نحن الآن مساعدون لفهم قانون نيوتن الثالث للحركة، وهو قانون قد سمعت به من قبل. كما تعلم يتداوله الناس في أحاديثهم، ولكن في هذا الفيديو أريد أن أتأكد أننا فهمنا ما يتحدث عنه نيوتن عندما يقول، وهذه ترجمة للنسخة اللاتينية من القانون لكل فعل، وللإيضاح فقط نيوتن كان يتحدث الإنجليزية ولكنه كتب باللاتينية، لأن الناس في عصره كانوا يكتبون باللاتينية، واللاتينية كانت اللغة المعتبرة. على كل حال، قانون نيوتن الثالث يقول لكل فعل رد فعل له مساو له في المقدار ومعاكس في الاتجاه، أو القوة المتبادلة بين جسمين تكون دائما متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه. إذن ما يقوله نيوتن هو أنه لا يمكن أن تكون هناك قوة تؤثر على جسم بدون أن يكون للجسم تأثير قوة معاكس على الجسم الذي يحاول التأثير عليه. وللإيضاح فقط، لنفرض أن سنتحدث عن هذه الأمثلة بعد لحظات. لنفرض أن لدي جسم ما هنا، وأنا أضغط على هذا الجسم وأحاول أن أدفعه للأمام. هذه يدي تحاول دفع الجسم وتؤثر بقوة، محصلة القوة في ذاك الاتجاه بحيث يتحرك الجسم لليمين. قد يكون الجسم على سطح جليدي مثلا، فيكون بإمكانه التحرك بسهولة. لنقل أن لدي بعض هذا يبدو كالثلج، سأختار لونا قريبا من الثلج. إذا هذا الجسم على سطح جليدي كهذا مثلا. قانون نيوتن الثالث يقول انظر، أستطيع التأثير على هذا الجسم، وبالتأكيد سنؤثر عليه بمحصلة قوة تكسب هذا الجسم تسارعا، بافتراض أن الجسم يستطيع التغلب على الاحتكاك. وبما أنه على سطح جليدي، نستطيع أن نقول أن الجسم سيؤثر بقوة مساوية ومعاكسة على يدي أنا، قوة مساوية ومعاكسة لقوتي. ولإثبات هذا الأمر، هذا قد يبدو غير منطقيا عندما نقول أن هناك قوة مساوية ومعاكسة، ولكن هناك إثبات مباشر بخصوص القوة المساوية والمعاكسة، هو أنني أستطيع الإحساس بالضغط على يدي، أستطيع الإحساس بالجسم وهو يؤثر على يدي. وأنا أقوم بتسجيل هذا الفيديو، إنني أضغط على الطاولة أو أي شيء بقربي، وأنا أحس أن الطاولة تبذل قوة. سأرسم هذا، لدي طاولة هنا وأحاول دفعها مرة أخرى. هذه يدي هنا تؤثر على الطاولة، أنا أؤثر على الطاولة وأنا أقوم بهذا الأمر بالفعل، وأنا أسجل هذا الفيديو. أي أنت تؤثر بقوة على الطاولة. إذا دفعتها بقوة كافية قد تسبب اهتزاز الطاولة قليلا، ولكن في نفس الوقت سترى أن يدك مضغوطة، هناك ضغط على باطن يدك، وهذا لأن الطاولة تؤثر عليك بقوة مساوية ومعاكسة لقوتك. إذا لم يكن هذا صحيحا، لما شعرت بالضغط مطلقا؟ كنت ستشعر أن يدك غير مضغوطة. مثال آخر، لنقل أنك تمشي على الشاطئ، هناك رمل، إذا خطوت على الرمل، لنقل أن هذا حذاؤك، أبذل قصارى جهدي للتحسن في الرسم، هذا حذاء. إذا خطوت على الرمل، من البديهي أنك تؤثر بقوة على الرمل. القوة التي تبذلها على الرمل هي قوة وزنك، قوة جذب الأرض لك.
أنت تؤثر بهذه القوة على الرمل وحبيبات الرمل أيضا. وإثبات هذا الأمر هو أن الرمل لا سيزاح من مكانه، سيتشكل أثر لقدمك على الرمل، الرمل سيبتعد عن الطريق لأنه يتعرض لدفع للأسفل، فمن الواضح أنك تؤثر بقوة على الرمل، ولكن الرمل أيضا يؤثر عليك بقوة مساوية ومعاكسة عليك. وما الدليل على ذلك؟ إذا كنت تعتقد بصحة قانون نيوتن الثاني، إذا كنت تتعرض لقوة جذب الأرض لك، فإنك من المفترض أن تتسارع للأسفل إلا إذا كانت هناك قوة ما تحول دون ذلك، والقوة التي توازن الجاذبية هي أن الرمل يؤثر عليك بقوة للأعلى. وعندما تجمع القوتين ستحصل على محصلة قوة تساوي صفرا، ولهذا تبقى أنت في مكانك، لن تتسارع للأسفل باتجاه مركز الأرض. مثال آخر على هذا قد يكون المثال الأكثر شهرة لقانون نيوتن الثالث، وهو كيفية عمل الصواريخ. عندما تكون على متن صاروخ تحاول الهروب من طبقة الأتموسفير في الفضاء، لا يوجد شيء تستطيع دفعه لتكتسب تسارعا، لذا فإن ما تفعله هو أنك تحتفظ بمواد تستطيع دفعها في خزان الوقود، وعندما يحدث التفاعل المناسب أو الاختراق المناسب، ما يفعله الصاروخ هو أنه يتخلص من بقايا الغازات بسرعات فائقة من أسفل الصاروخ. وكل من هذه الجسيمات التي تبذل عليها قوة كافية حتى لو كانت صغيرة جدا في الكتلة، هي تكتسب تسارعا هائلا. إذن هناك قوة معاكسة ومساوية تؤثر على الصاروخ الذي يبعث الغازات. تسمح للصاروخ بالتسارع حتى عندما يكون في الفضاء. الصاروخ يطرد كمية من المواد يكسبها تسارعا كبيرا، ويؤثر بقوة على كل هذه الجسيمات، وهو ما يسمح لها بالتأثير عليه بقوة مساوية ومعاكسة على الصاروخ، فيكتسب تسارعا للأمام. ومثال آخر، إذا تخيلت نفسك تسبح في الفضاء، وهذا مثال مفيد بالفعل لكي لا ينتهي بك الأمر ضائعا، لنقل أنك لا تريد أن يحصل هذا الأمر، لنقل أن رائد الفضاء هذا بطريقة ما يفقد السيطرة بأداة الذراع هذه المتصلة ويبدأ بالانحراف بعيدا، ماذا بإمكان رائد الفضاء فعله ليغير من اتجاه حركته بحيث يعود إلى المكوك الفضائي؟ حسنا، إذا نظرت في الأرجاء لن تجد شيئا، ليس لديه أي جدار ليفعله، ولنفترض أنه لا يملك أي محرك صاروخي، ما يمكنه أن يفعل؟ حسنا، الشيء الذي يمكنه أن يفعله في هذه الحالة يجدر به البحث عن أثقل، أو يجدر بي أن أقول الشيء الأكثر كتلة، وسنشرح الفرق بين الكتلة والوزن فيما بعد. يجدر به البحث عن الشيء الأكثر كتلة الذي بإمكانه رميه ويرميه في الاتجاه المعاكس لحركته. بمعنى آخر، إذا رميت، لنقل أنني في الفضاء أطفو، سأحاول جعله يبدو كأنه قفاز، لنقل أن هذا قفاز رائد الفضاء، هذه يده،
ولنقل أنه وجد بعض المعدات على بعض المعدات التي بإمكانه رميها والتي تكون الأكثر كتلة. إذن الذي سيحدث هو أنه لفترة من الزمن بينما يدفع الجسم بعيدا سيبذل قوة على الجسم، بينما هو على اتصال بالجسم، وفي كل هذا الوقت ذاك الجسم وهو يتعرض لتأثير القوة أو يتسارع سيبذل قوة معاكسة ومساوية له على يد الرائد أو على الرائد نفسه. الجسم يتسارع في ذلك الاتجاه، وبينما الرائد يدفع سيكتسب تسارعا في هذا الاتجاه، فإن ما يفعله هو أنه يرمي في الاتجاه المعاكس، وهذا سيسمح للرائد بأن يتسارع نحو مكوك الفضاء.